قال لهم ارجعوا خلي يطلعوا بعدين فتش مزبوط شو عايشين هلا جوا ما في شيء طاول يعطيك العافيه استاذ هيثم الله يعافيك بس تحكي لنا ايش صار اليوم عندكم طبعا بدون ما احكي الوضع يعني قدام عينكم استهداف اطفال نساء الله اكبر عليهم الله اكبر جامع بيت الله عم بدرسوا فيه عم بتعلموا القران هدول ارهابيين هدول نظام مجرم بضرب الجامع بقنابل فراغيه نظام مجرم نظام طائفي حقير بالنسبة لعدد الشهداء والجرحى عدد غير معروف اعداد كبيره نحن كنا في بلده كفر حمراء هناك جرحى وكمان وشهداء كثير اليوم استهداف للريف الشمالي كله بلده كفر حمراء تم قصف المنازل وتم قصف الجامع هون في عنادان الشهداء بالعشرات الجرحى بالمئات الله اكبر عليكم الله اكبر الله اكبر